عبد الملك الحوثي يلقي محاضرات طائفية عوضا عن خسائر ميليشياته المتلاحقة لشحن معنويات أنصاره في جبهات القتال خلال شهر رمضان. المحاضرات فضحت سذاجته وضحالة تفكيره، وجاءت بعد انقطاع أخباره وانتقادات جماعته لغيابه. الحوثي ألغى صلاة التراويح واستبدلها بالمحاضرات الطائفية، محاولات يائسة لتوظيف الدين في الصراعات السياسية، وهي سياسة يتبعها نظام الملال الإيراني في الحرب اليمنية عبر تفجير المدارس والمساجد وقتل اليمنيين بزعم الجهاد.